بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من على موقع لطخوا سوسوسونت. كما نلاحظ في العنوان عندنا أبخي لسا شخاص إن انفازيون أكريديان سيم لا تيغور دون لا بروفانس دو ستات. أبخي لسا شخاص لسا شخاص الجفاف. أبخي لسا شخاص إن انفازيون أكريديان. إذا نتكلم هنا عن انفازيون كما نقول احتلال. أكريديان لاكريديان المقصود بها الجراد. إذا هنا نتكلم عن احتلال أكريديان كما نقول جرادي. سيم لا تيغور أنه يزرع. طبعا هنا عندنا لو فيرب سومي. عندنا لو فيرب سومي يعني فعل زرع. إن انفازيون أكريديان سيم لا تيغور. إذا نتكلم عن احتلال جرادي يزرع الهلع أو يزرع الخوف دون لا بروفانس دو ستات في إقليم ستات. إذن كما عندنا هنا غوفي دو بريس. إذا نتكلم عن مختصر يعني من مقال آخر من جريدة أخرى. إذا لا ريجيون دولاد فارس منطقة ولاد فارس دون لا بروفانس دو ستات في إقليم ستات أيتي انفيستي باغ دي زاكريديان. إذن عندنا هنا لو فيرب انفيستيغ. إذن كما نلاحظ عندنا مطر سولونيلمون officiellement quelqu'un en possession de quelque chose, droit, pouvoir, dignité, etc. أنك تضع بصفة رسمية شخصا في تملك. المقصود بأنك تعطي لشخص ملكية شيء بشكل رسمي. مطر سولونيلمون officiellement quelqu'un en possession de quelque chose. إذا نتكلم عن droit أنك تعطي حقا ما, pouvoir أنك تعطي سلطة ما, dignité أنك تعطي صفة من الصفات. هنا انفيستي لو بريزيدون دو تو لي بوفوار. المقصود بأننا اخترنا إن صح التعبير لو بريزيدون دو تو لي بوفوار رئيس كل السلطات. يعني أننا عيننا رئيسا لكل السلطات. يعني أننا اخترنا شخصا بصفته رئيس لكل السلطات. إذا نتكلم عن لو فيرب انفيستيغ. أيضا ممكن أن تعني أون سيركلي إن بلاس. وهذا الذي عندنا هنا عندنا انسيركلي. انسيركلي كما نقول ان تحاصر ان بلاس تحاصر مكانا ان بوزيسيون ميليتير. اذا نتكلم عن وضعيه عسكريه دونت اون بو فير سياج. طبعا كلمه سياج ممكن انها تعني مكان الشركه. نتكلم عن المكان الاصلي للشركه الذي تعطى منه طبعا التعليمات والخطط الى غير ذلك. ممكن انه يعني كرسي كما يمكن أنه يعني كما عندنا هنا يعني حصار. إذا نتكلم عن بوزيسيون ميليتير. إذا نتكلم عن وضعية عسكرية دونت اون بو فيغ التي يمكن من خلالها أن نفعل لو سياج. يمكن أن نفعل حصارا اون كوبون سي كومينيكاسيون يعني بقطع اتصالاته. نقول مثلا لينمي انفيستي سيدون. كما نقول بأن العدو حاصر سيدون. حصر مكان ما يسمى سيدون. إذا هذا الذي يعنينا طبعا في المعنى. إذا هذا الجراد طبعا أنه حاصر مكانا إلى غير ذلك كما رأينا. طبعا لو فيرب انفيستيغ ممكن أنه يعني سو ريبوندغ أون ليو أو بوا دو لوكيبي أو دو باغيتغ لوكيبي كومبليتمون. يعني أن الإنسان مثلا إذا أخذنا المثال ديال الإنسان هنا نتكلم عن أي فاعل كيفما كان. نذكر مثلا أشخاص أو شخص ما سو ريبوندغ يعني أنه يتكرر على مكان ما. أون ليو في مكان ما أو بوا دو لوكيبي إلى درجة احتلاله. أن الإنسان يتكرر على منزل مثلا حتى أنه يصبح هو صاحبه. أو يتكرر على مكان ما على قطعة أرض مثلا يزورها في كل وقت حتى في الأخير يبدو بأنه هو صاحب هذه القطعة مثلا. أو دو باغيتغ لوكيبي أو حتى يبدو بأنه هو من يحتلها كومبليتمون بشكل كامل. نقول مثلا لا بوليس انفيستي تو لو كارتي. لا بوليس انفيستي تو لو كارتي. اذا الامن انه احتل كل الحي. المقصود بان الامن يزور هذه المنطقه حتى انه اصبح يحتلها. اذا نتكلم عن لو فيرب سو ريبوندغ اون ليو اون ليو او بوا دو لوكيبي الى درجه احتلاله. اذا طبعا الذي يهمنا هنا المعنى الثاني. طبعا كلمة انفيستيغ ممكن أن تعني أيضا
استثمر طبعا ومنها الانفستيسمون الاستثمار. لا ريجي دو لاد فارس اذا نتكلم عن منطقه ولاد فارس دو لو بروفانس دو ستات في اقليم ستات ا ايت انفستي بار دي زاكريديا يعني ان تمت محاصره ومن طرف الجرد. اذا هنا طبعا نتكلم عن لو فيرب انفستير كما راينا قبل قليل فعل حاصره وبالتالي هذا الفعل انه يصرف مع افوار ولكن هنا كما نقول بان هذا الفعل مبني للمجهول اذا نقول ايتي. إذا كما تلاحظوا هنا هاد اتخ انه مصرف في لو باسي كومبوزي وبالتالي هنا عندنا لو فيرب انفستير انه مصرف في لو باسي كومبوزي ولكن على فوا باسيف ولكن على فوا باسيف ولكن في المبني للمجهول. دو لا بروفاز دو ستات ا ات انفستي بار دي زاكريديا اذا هو تمت محاصرته من طرف الجراد اون غون نومبر بعدد كبير. نتكلم على الجراد كيون كوزي والذين تسببوا او سببوا دو غاف ديغا دو غاف ديغا خسائر خطيره تسعى التعبير او في دي زابر فيما يخص اوراق الشجر اوراق الاشجار او في دي زابر خويتي يعني انهم تسببوا في اضرار خطيره لاوراق الاشجار المثمره خويتي اي او زوتر كولتور ثم لزراعات اخرى ديجا ايبوتيكي بار لا سيشخيس. طبعا هذه الزراعات الاخرى ان من قبل كانت متضرره من الجفاف سكي مي اون ايتا دالارت الامر الذي وضع في حاله تاهب لزوتوريتي كومبيتونت السلطات المختصه كما نقول هنا السلطات القادره نقول عن شخص بانه كومبيتون يعني انه قادر انه قادر انه جدير بالثقه ان صح التعبير انه جدير بالقيام بالفعل كومبيتون عكسه انكومبيتون غير قادر سوكيامي اون ايتا دالارت والذي وضع في حالة تأهب لي زوتوريتي كومبيتونت دو لا بروفانس الذي وضع في حالة تأهب السلطات المختصة للإقليم رابور دو كوتيديا الأخبار كما أوردت يومية الأخبار دون اي تيغي سيت روفي دو بريس والتي أخذت من هاد خلاصة الجرائد إن صح التعبير. لي زوتوريتي لوكال دو لا بروفانس دو ستات اي لي سيرفيس كومبيتون au niveau du Centre national de lutte anti-acridienne était lundi et mardi dernier en état d'alerte à cause d'une attaque d'acridiens en grand nombre dans la région de l'Oued Fers. Et donc, comme il y a là, les autorités locales, et donc, comme les autorités locales, de province stat, les iqlim stat et les services compétents, tout le monde a al-masalih al-mukhtassa au niveau du Centre national على مستوى المركز الوطني دو ليت اونتياكريديان لمحاربة الجراد. كما نتكلم عن المحاربة ضد جرادية ان صح التعبير الضد جرادية اونتياكريديان هذه صفة لهاد لا ليت لهاد الحرب او لهاد المقاومة ان صح التعبير. ايطي اذا هاد المصالح ايطي لاندي اي ماردي ديغني اذا هي كانت يوم اثنين ثم يوم الثلاثاء الاخير اون ايطا دالارت اون نيتا يعني في حالة اون نيتا. طبعا احنا لا نتكلم عن ليتا يعني الدولة هنا نتكلم عن ليتا هنا نتكلم عن ايتا بأ مينيسكول يعني أ صغيرة. إذا هنا نتكلم عن حالة اون نيتا في حالة دالارت في حالة تأهب في حالة انتباه إن صح التعبير أكوز بسبب دون أتاك داكخيديا بسبب هجوم الجراد en grand nombre en grand nombre بعدد كبير dans la région de l'Oued Fers في منطقة ولاد فارس. en effet يعني في الواقع ces insectes ravageurs هذه الحشرات المضرة ravageurs كما نقول مضرة التي تأتي على الأخضر واليابس إن صح التعبير ces insectes ravageurs بعد مرات نتكلم عن une forêt ravagée par les incendies إذا نتكلم عن غابة أن تم تدميرها من طرف الحرائق. إن فوري غافاجي باغ لي زانسوندي. إذا نتكلم عن لو فيرب غافاجي. هنا نتكلم عن لي زانسيكت غافاجور. غافاجور. أن مدمرة كما نقول. أون إيفي سي زانسيكت غافاجور. في الواقع هذه الحشرات المضرة أو المدمرة كيو أنفيستي لا زون
En fin de semaine dernière, والتي حاصرت المنطقة كيو انفيستي لا زون والذين كما نقول حاصروا المنطقة en fin de semaine dernière في نهاية الأسبوع الماضي en sérieusement endommagé les feuilles des arbres fruitiers en sérieusement endommagé les feuilles des arbres fruitiers إذن هم بشكل خطير endommagé أنهم أضروا حيرا نتكلم على لي دوماج أنهم أضروا les feuilles des arbres fruitiers أوراق الأشجار المثمرة et d'importantes superficies ثم أضروا بمساحات مهمة d'autres cultures les زراعات أخرى et de pâturage dans la région ثم أضروا بpâturage المراعي pâturage تعني مراعي إذن كما عندنا هنا en effet ces insectes ravageurs qui ont investi la zone en fin de semaine dernière ont sérieusement endommagé les feuilles des arbres fruitiers et d'importantes superficies d'autres cultures et de pâturages dans la région. Et dans cette hacharat, ravageurs comme on l'appelle Madamira, qui ont investi la zone en fin de semaine dernière, elle dina hasaro la zone en fin de semaine dernière, hasaro mentaka, finale d'espoir al-madi, ont sérieusement endommagé les feuilles des arbres fruitiers, ont bichakin khater, أنهم دمروا أوراق الأشجار المثمرة et d'importantes superficies d'autres cultures ثم أنهم دمروا ماذا؟ ثم أنهم دمروا مساحات مهمة d'autres cultures لمزروعات أخرى et de pâturage dans la région ثم دمروا طبعا مراعي في المنطقة l'apparition de ces criquets qui rasent tous sur leur passage a semé la terreur parmi les agriculteurs de la région et sa population rapporte le quotidien Al-Akhbar dans son édition du jeudi 27 avril. Et donc, l'apparition de ces criquets et donc de Hourhad Al-Jarat qui rase. Taban, on a dit que le malheur va braser. On s'arrête le présent. Tant que le mot là, halaqa. On a dit que le mot rasoir. Et on a dit que le mot mousse la halaqa qui rase. التي تحلق tous sur leur passage كل الذي على ممرها كل على ممرها إذا نتكلم عن الأماكن التي ستمر منها كل ما تجده أمامها كما أنها ستحلقه المقصود بأنها ستجتثه وتقضي عليه إذا ظهور هاد الجراد كي غاز tous sur leur passage إذا ظهور هاد الجراد الذي يحلق كل ما يجده في طريقه ظهر الجراد أسمى تيغور أنه زرع لا تيغور عندنا هنا لغرب سومي يعني في زرع هنا طبعا لغرب سومي كما نلاحظ مصرف لو باسي كومبوزي إذن أسمى تيغور إذن هو زرع الرعب parmi les agriculteurs بين المزارعين دو لا ريجيون إذا نتكلم عن مزارع المنطقة إي سا بوبيلاسيون ثم أنه زرع الرعب في ساكنتها إذن إسا بوبيلاسيون وفي ساكنتها رابورت لو كوتيديان الأخبار كما أوردت يومية الأخبار دون سون إيديسيون دي جودي 27 أبريل في طبعتها اليوم الخامس 27 أبريل إذن طبعا كما أوردت جريدة الأخبار أو يومية الأخبار كما عندنا هنا في هذه الطبعة أنها أوردت تخوفات المزارعين إلى غير ذلك كما ذكرنا. Ces agriculteurs, إذن هؤلاء المزارعون, faut savoir les mêmes sources أنهم عملوا على تعريف كما نقول. طبعا نتكلم عن savoir ومنها مثلا le savoir المعرفة. Faut savoir عملوا على أن يعرف. طبعا هنا عندنا لغة فاغ مصرف في le présent. نقول je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. Comme ils disent, ils font, on les met. Ou les musulmans font savoir. Il y a un qamou, bit tarif. J'ai un autre yarif. C'est le mot que nous voulons. Qui a fait yarif? La même source. Neuf seul masdar. Je te parle de la jarida de l'akhbar. Donc, ou les musulmans, on a marraf la jarida de l'akhbar, qui est le masdar, qui a pris de nous. هاد الكلام الذي نقرأه هنا
إذن فوصفوا على ميم سورس. إذن هؤلاء المزارعون كخاني كانوا يخافون كخاني لا بيرت دو سو كي ريست دو سيت كومبان أغريكول ديجا إيبوتيكي باغ لا سيشخيس. إذن هؤلاء المزارعون الذين قاموا بالتعريف بهذا الموضوع لدى هذا المصدر كخاني أنهم يخشون لا بيرت دو سو كي ريست، أنهم يخشون فقدان دو سو كي ريست الذي بقي لهم. هنا عندنا الذي بقي دو سيت كومبان أغريكول من هذه، طبعا كلمة كومبان ممكن أن تعني الريف، ممكن أن تعني البادية، ولكن كما عندنا هنا أن تعني الحملة. أحيانا نتكلم على كومبان إلكتورال الحملة الانتخابية، ولكن هنا عندنا كومبان أغريكول إذا نتكلم عن حملة كما نقول فلاحية سيزاك أغريكولتور كخيني. إذن هؤلاء المزارعون كانوا يخشون لا بيرت، يخشون الفقدان. طبعا هنا كلمة بيرت عندها علاقة بلو فيرب بيردر، بيردر أنك تفقد شيئا، كخي لا بيرت أنهم يخشون فقدان دو سو كي ريست الذي تبقى دو سيت كومبان أغريكول من هذه الحاصلة الفلاحية إن صح التعبير ديجا إيبوتيكي التي هي من قبل إيبوتيكي. أحيانا نتكلم عن ليبوتيك، أحيانا نتكلم عن ليبوتيك المقصود بالرهن، أنك ترهن بناية، ترهن عقارا. إذا نتكلم عن ليبوتيك ممكن نقول مثلا جي ديجا إيسيي ديبوتيكي لا ميزون، أنا من قبل حاولت رهن المنزل مثلا. طبعا نتكلم هنا عن سيت كومبان أغريكول ديجا إيبوتيكي، إذا نتكلم عن هاد الحاصلة الفلاحية إن صح التعبير التي هي من قبل رهنت باغ لا سيشخيس من طرف الجفاف. إذن هذا الجفاف رهن الحصيلة الفلاحية، جعلها رهينة، المقصود أنه عرقلها بمعنى آخر إل كخيني إيغالمو. إذن هم يخافون أيضا أو يخشون أيضا لا بروباغاسيون دي فينومين أو زوت ريجو، إذن يخشون انتشار دي فينومين، انتشار هذه الدائرة أو زوت ريجو للمناطق الأخرى. طبعا propagation انتشار، ومن مثلا لو فيرب propager نشر أو بيان se propager انتشر، se propager انتشر، ومن هذه الكلمة la propagation الانتشار. إذا هم يخشون أيضا il craint. طبعا هنا عندنا لو فيرب craindre، عندنا فعل خافة أو خاشية il craint. إذا هم كانوا يخشون également ايضا la propagation du phénomène انتشار الظاهرة aux autres régions للمناطق الاخرى notamment celle des virus qui s'attaquent aux organismes végétaux، celle des virus qui s'attaquent aux organismes végétaux. اذا هم يخشون خاصة notamment خاصة celle des virus، celle تتعود phénomène، انهم يخشون خاصة المتعلقة بفيروس كيساتاك الذي يهاجم الزورغانيزم فيجيتو، يخشون من انتشار الدائرة إلى مناطق أخرى كما يخشون من انتشار دائرة الفيروسات التي تهاجم طبعا البنية النباتية. ثم عندنا هنا أليرتي، أليرتي أنديك لي ميم سورس، إذا كونها قد حذرت أو نبهت أنديك لي ميم سورس كما تشير نفس المصادر. دائما نتكلم عن جريدة الأخبار، شكون هي لي أليرتي؟ من هي التي أنذرت أو تم إخبارها؟ لي سيرفيس كومبيتون، كما نقول هنا المصالح المختصة. هنا طبعا كما ذكرنا فيما سبق كومبيتون يعني قادر أو جدير بالفعل أو بالعمل. إذا لي سيرفيس كومبيتون، إذا نتكلم عن المصالح كما نقول المختصة، سو سون روندي سور لي ليو، كما نقول بأنهم انتقلوا إلى المنطقة، سو سون روندي. طبعا نتكلم عن لو فيرب سو روندر، لي سيرفيس كومبيتون سو سون روندي سور لي ليو ماردي، إذا هم قاموا بزيارة هذه المناطق ماردي يوم الثلاثاء اون في دو سونكيغيغ دو لا سيتياسيون، من أجل أن يستعلموا كما نقول عن الوضعية، من أجل أن يأخذوا معلومات عن الوضعية. طبعا هنا لا نتكلم عن لو فيرب أكيغيغ أو بيان لو فيرب ساكيغيغ، أكيغيغ يعني أنك تملك، هنا عندنا انكيغيغ سونكيغيغ
أن يطلب الإنسان لنفسه معلومة. Alerte indique les mêmes sources, les services compétents se sont rendus sur les lieux mardi envie de s'enquérir, mardi envie de s'enquérir de la situation. Aidan, d'estimer les dégâts engendrés, tout le monde ajli taqdir al-khasair engendrés, comme on a dit le mutasabbab fiha, et de prendre les mesures urgentes et appropriées afin d'éviter la propagation de ces insectes ravageurs aux autres régions. إذن طبعا هذه المصالح المختصة سوسون روندو سور لي ليو أنهم قاموا بزيارة المناطق مغدي يوم الثلاثاء أون في دو سونكيغيغ دو لا سيتياسيون من أجل أن يستعلنوا عن الوضعية ليستيمي لي ديغا ثم من أجل أن يقدروا الخسائر أونجوندري المتسبب فيها إي دو بخوندر لي ميزيغ أورجونت إي دو بخوندر لي ميزيغ أورجونت كما نقول هنا لأخذ القياسات. احيانا نتكلم على الفيرب ميزوري، ميزوري يعني انك تقيس مسافة مثلا، اي دو بخوند على ميزور ايرجونت ولاخذ التدابير الضرورية اي ابروبريي والملائمة افا ديفيتي لا بروباغاسيون دو سيز انسيكت رافاجور من اجل تجنب انتشار هذه الحشرات المدمرة اوزوت حيجيون للمناطق الاخرى. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القرار، نسأل الله أن يجنبنا هذه الآفة، وإلى لقاء قادم بإذن الله.